أن يقدم هذه الصور. إذن أعداد كبيرة من أنصار غانا موجودين على خط أرضية الميدان. هي أيضا صور غير عادية ولم نكن نتوقعها بالمرة من جمهور غاضب. طبعا صور ستتناقلها كل وكالات الأنباء. إذن المباراة متوقفة والتفوق غاني 3-0 والصور لأنصار غانا على خط أرضية الميدان. وكأن المنظمين لم يجدوا الحل إخراج الأنصار أو إعادتهم إلى مكانهم، وحتى بقائهم في هذا المكان يجعلهم يتعرضون إلى الرشق بالقارورات من أنصار أو من الجمهور الغيني. طبعا كل الصحفيين كل المعلقين يتساءلون عن هذه الصور ويتحدثون بنوع من نقدر نقول من الدهشة وحتى من الاستغراب، وأيضا وبعض القنوات العالمية من نوع من الاستخفاف، وكأنه حال إفريقيا لا يجب أن يكون هكذا. ذكر بأهداف المباراة دقيقة 41 بواسطة ضربة جزاء جوردان أيو يفتتح باب التسجيل، دقيقة 46 وكاسو مبارك يضيف الهدف الثاني، وأندري أيو دقيقة 74 يضيف الهدف الثالث. هدف حتى الآن يمنح التأهل والتقدم للمنتخب الغاني. والله ما توقعناه حدث بالفعل، لأنه ضغط المباراة كان كبير وعقلية ومزاج الجمهور الغيني عقلية صعبة، وكأنهم يريدون الوصول إلى النهائي والتتويج. إصابات كثيرة حتى في صفوف بعض المسعفين وحتى بعض أعضاء رجال الشرطة بسبب ما يرمى من المدرجات.
صعب جدا إنهاء هذه المباراة بهذه الطريقة. طبعا ممكن العودة إليك نور الدين إلى البلاطو بانتظار استئناف المباراة التي من خلال ما نتابع ونشاهد قد تطول الأمور، لأنه صعب جدا السيطرة على الوضع، وكأنه رجال الشرطة ورجال الأمن والمنظمين لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الوضعيات التي لم نتعود عليها على هذا المستوى. مرحبا بكم سيدتي.